فأثنى كثير من الناس على موقف مثلا الرئيس الجزائري في موقفه من القضية الفلسطينية، لأنه قال إن هذه قضية مقدسة ونحن ضد التطبيع ونحن مع حقوق الفلسطينيين إلى آخره، وأظن أن الرئيس أردوغان قال كلاما لا يقل قوة عن ذلك. لكن الحقيقة أنا لما تأملت في كلام الرئيس الجزائري وفي كلام الرئيس أردوغان وفي كلام من لا يوافقون على التطبيع، وجدت أن سقفهم أصبح هو سقف المبادرة العربية اللي تقدم بها زمان الأمير عبد الله لما كان ولي عهد، مع أن السقف الأصلي الحقيقي هو غير ذلك. يعني معنى آخر أن القضية الفلسطينية مع الزمن تراجع سقفها بالتدريج، حتى أصبحنا الآن نشعر بأن من يريد الحفاظ على 67 والقدس الشرقية يعتبر بطلا مقارنة بالآخرين الذين انبطحوا. مع أنه لما أنا رجعت إلى مقررات مؤتمر القدس اللي حصل سنة 1953، وهذا المؤتمر عقد بدعوة من الشيخ أمجد الزهاوي كبير علماء العراق في ذلك الوقت، شوف شو بيقول بخلاصات المؤتمر، وهذه أوردها الشيخ محمد محمود الصواف في كتاب له عن الشيخ أمجد الزهاوي، يقول إن خلاصات المؤتمر أو استنتاجات المؤتمر أو قرارات المؤتمر: أولا، اطلاع الشعوب الإسلامية بقضية فلسطين واعتبارها قضية كل مسلم، واعتبار الدفاع عن الأرض المقدسة فرض عين على جميع المسلمين لا يعفيهم منه إلا القيام فورا كل بما يستطيع. ثانيا، إعلان بطلان الوضع الذي أحدثه اليهود في فلسطين بما يشتمل عليه من تقسيم واحتلال، واعتبار كل ذلك وما نشأ عنه من تشريد للمواطنين وغصب لحقوقهم اعتداء على حقوق المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. ثالثا، اعتبار الصلح مع إسرائيل أو التعامل معها خيانة يثأر لها، واعتبار التفكير في تدويل القدس مؤامرة يقف العالم الإسلامي في وجهها. رابعا، طرح وسائل الاستجداء والسلبية التي أثبتت فشلها، وإعداد العدة وتعبئة القوى الشعبية للكفاح الإيجابي وتمكين اللاجئين من استرداد ديارهم وأموالهم، وإلى أن يتم ذلك يجب تحسين أحوال اللاجئين المادية وتربية أبنائهم وتعليمهم بكافة الوسائل. يعني معنى آخر، فلسطين كانت في ذلك الوقت تعني للممثلين الحقيقيين للأمة اللي هم علماء الأمة أنها جزء من هذه الأمة، لا يجوز أن نتنازل عن أي حبة تراب منها للصهاينة. الآن بعد كل هذا الزمن، يعني بعد مرور أكثر من 65، بعد مرور ما يقرب من 70 عاما، أصبح التمسك بجزء ولو بسيط من فلسطين يعتبر موقفا بطوليا. يعني مصيبة، يعني هذا الذي وصلنا إليه. تمام، إن صحيح هذه مصيبة من الباساء، ولكن لماذا؟ يعني أولا أنا في اعتقادي هناك قاعدة أساسية من القواعد التي كثيرا ما يعني أذكرها وأذكرها، يجب أن نتعامل مع الواقع بشرط أن لا نتبنى الواقع. إن عندما يتعامل الإنسان مع الواقع وينسى واجبه، يعني بمعنى أن لا يتبنى الواقع، يتحول التعامل إلى التبني. هذا هو سبب من الأسباب. السبب الثاني، يعني في تلك التاريخ الذي أنتم أشرتم إليه، يعني عند قيام يعني دولة صهيونية مستغبة مستبدة، أو يعني في ذلك الحين طبعا يعني المسلمون قد فوجئوا يعني بوجود هذه الكيان الغير المشروع الصهيوني، والعلماء كلهم كانوا ضد هذا الأمر. ولكن بمرور الوقت وبسيطرة المستبدين في العالم الإسلامي والوكلاء الذين يتكلمون بألسنتنا وقوم من جلدتنا كما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يغذفون من لبى دعوتهم إلى النار، سواء كان نار جحيم أو كان النار السياسي الاجتماعي الذي يتعلق يعني نار الدنيا ونار الآخرة ونار الآخرة. يعني هذا
هذه يعني يعني المستبدون والوكلاء الذين أتوا بهم وزينوهم بزي المسلمين بمرور الوقت قد أصبح لهم تأثير يعني على الواقع، وهذا هو أيضا سبب من الأسباب. وهناك في الحقيقة سبب رابع يعني، وهو هذه الأمور التي نحن نستغربها وفي نفس الوقت هي لا تتلائم لا مع الحقائق ولا مع القوانين ولا مع الوجدان الإنساني. تراكم وتقدم هذه الأمور في نفس الوقت هو يشير إلى أن هذا الأمر هو على وشك الانتهاء، لأن كثرة العتمة هي في نفس الوقت تدل على قرب الفجر. صحيح والله. نعم، هذا هو السبب الرابع. طبعا هناك أسباب ثلاثة كما أشرت إليها، أسباب طبيعية، ولكن هناك هذا السبب الرابع نطمئن به أنفسنا. لا يعني لا في الحقيقة يعني صحيح، ولكن عندما نحن ننظر إلى تاريخ البشرية هذا هو السبب الرابع، هو سبب من الأسباب تغير الموجود ووصوله إلى المفقود المطلوب. يعني ظلم الظالم بكثرة كثافته يشجع المظلوم على أن يحافظ على نفسه. هذا الأمر الموجود الواقع المر الذي أنتم أشرتم إليه هو يشجع الشعوب، ولكن يتمس يعني أصحاب الأمور الذين لم يمثلون شعوبهم. ووعي الشعوب سواء كان باللسان أو كان باللتم والظلم هذا يبشر بأن هذا الأمر هو يعني لا يمكن أن يكون دائما وأن يكون مستقرا. هذا هو السبب الرابع الذي أشرت إليه. ليس عندنا أمل كبير، ولكن لو نحن نظرنا إلى تاريخ البشرية سياسيا أو اجتماعيا نجد هذا الأمر هو في نفس الوقت أمر ملموس وفي نفس الوقت هو واقع من الحقائق. هو لذلك النخبة المثقفة الواعية المتمسكة بالأصل لابد أن يكون لها دور في توعية الشعوب إلى الحق. ليه؟ لأن السياسيين قد يضطرون بسبب موازين القوة أن يخفوا جزءا من الحق أو يتنازلوا حتى عن جزء من الحق. لكن هذا المشروع الصهيوني الذي بدأ باحتلال جزء من فلسطين والآن يحتل كل فلسطين والآن حتى بات يتمدد في الساحة العربية بأكملها من المحيط إلى الخليج، هو موجه ضد الأمة وليس موجها ضد أمي أو أبي في فلسطين في بئر السبع أو في الخليل أو في يافا أو في حيفا فقط. أستاذ الكريم، يعني الحاصل الآن بشكل واضح أن إسرائيل نجحت إلى حد ما في تقسيم المنطقة العربية شرقا وشمالا. الآن بعض الدول الشرقية منها ما تسمى بالخليجية أصبح مع معسكر الإسرائيلي ومنهم من ينتظر. طيب، لكن إلى الآن كما ذكرت أنت في البداية الدول المغاربية العربية تمام لديهم موقف مختلف. هل نستطيع أن نراهن على هذه الدول؟ قد لا تكون أيضا يعني صحيحة، لكن على الأقل في تقسيم واضح أن إسرائيل نجحت إلى حد كبير في تسقيف وتربية هذه الدول بطريقته الخاصة. والسبب في ذلك أنا في تصور الشخصي تعود إلى التاريخ. أنت تقول أن المثقفين يجب أن يفعلوا ويفعلوا، من هؤلاء المثقفون؟ من الذي رباهم؟ بأي ثقافة تربوا هؤلاء المثقفون؟ ما دور من يمثل خط الصحيح أو خط المقاومة كما تقولون أنتم؟ كيف يربون مثقفون؟ الآن عدد مستوى المثقفون أو عدد المثقفون الموجودة في المثقفين الموجودة في الساحة بأي منهج تربوا؟ يعني كيف يستطيعون أن يعبروا عن موضوعهم؟ يعني نحن لا نقول يرفعون الشعارات والكلام. أنا لم أقصد المثقفين على إطلاقه، لأن كلمة المثقف هي كلمة الحقيقة فضفاضة جدا. نعم. لا، أنا أقصد نخبة من الناس المعنيين على الحق، أنا الذين هم على الحق وهم قلة طبعا، وهم يتكلمون ليس عندي مشكلة معهم. وهم يتكلمون وهم يرفعون أصواتهم هنا وهناك. أنا أريد أن أقول شيئا، المنطقة العربية بشكل عام والمسلمون بشكل خاص لم يهتموا بالتاريخ،
لم يهتموا بعلوم الاجتماعية، بل باعوا عقول أبنائهم إلى علوم الكونية والتطبيقية. أما إسرائيل واليهود تاريخيا منذ القرن السابع عشر، القرن الثامن عشر والتاسع عشر ركزوا كثيرا وكثيرا على علوم الاجتماعية. لذلك الذين هربوا من أوروبا أتوا إلى تركيا وذهبوا إلى أمريكا في بداية القرن التاسع عشر هم اليهود، هم الذين أسسوا الجامعات الجديدة في المنطقة في تركيا وفي أمريكا. بالمناسبة الشعب الأمريكي كان يكره اليهود في تلك الفترة، يكره كرها شديدا، لذلك هم لم يستطعوا أن يدخلوا في تحت أروقة الجامعات الأمريكية في تلك الفترة، وشكلوا معاهد الخاصة منها جامعة هارفارد. وجامعة هارفارد كانت معهد صغير أسسه مجموعة من الأغنياء اليهود الذين كانوا يعيشون في أمريكا حتى يحتضنوا مهاجري اليهود الذين أتوا من أوروبا. بعد ذلك أصبحوا رقم صعب، والمجتمع الأمريكي والقيادات الفكرية في أمريكا اضطر أن يتعامل مع هذه المجموعة. أنا أقصد كلامك صحيح، لكن لابد أن نخرج النخب والمثقفين مطراز أعلى في مجال الثقافة. أعتقد أن القضية الفلسطينية هي رهن الإرادة السياسية، يعني دور المثقفين، دور المجتمع المدني هو دور حيوي، يبقى الذاكرة قوية، الوعي حاضر، العاطفة متقدة. لكن الذي تحكم بشكل كبير جدا في مسألة القضية الفلسطينية هي الإرادة السياسية. الأنظمة العربية بعد الاستقلال تعاملت مع قضية فلسطين باعتبارها قضية عاطفية حاضرة في قلوب الناس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومع تحرير فلسطين، لكنها في حقيقة الأمر استسلمت لمعايير النظام الدولي. وفيما بقيت هذه القضية عاطفية بالنسبة للمجتمعات العربية، كانت هذه القضية في نظر المتحكمين، في نظر الإسرائيليين وفي نظر من يقف وراء الإسرائيليين، هي قضية سياسية اشتغلوا عليها بشكل جدي إلى درجة اليوم. يعني نجد البيت الأبيض يتجند قبيل الانتخابات، يعني يرسل وزير الخارجية ومسؤولية الدفاع والاستخبارات في جولات مكوكية، ويعني في الحملات الانتخابية ترامب لا يكف عن الحديث عن أنه هناك دول أخرى ستعترف بإسرائيل. يقولون أن السودان الآن يتجهز لذلك. يتجهز. لكن هناك ضوء في نهاية النفق. اليوم النظام العربي كان يتخفى بشكل كبير جدا، وكان يقنع الأمة العربية بأنه يمثلها، يمثل ضميرها، يمثل يعني يمكن الاعتماد عليه في تحقيق تطلعات الشعوب العربية، وفي أولى هذه التطلعات هو تحرير القدس وتحرير فلسطين. اليوم هذا النظام العربي سقط، وسقط القناع، تحول هذا النظام العربي اليوم إلى شكل من أشكال يعني لم يطبع فقط، يعني لا ينبغي أن نلوم كل النظام العربي الآن، لكن المهيمنين على النظام العربي تحولوا من مرحلة التطبيع إلى مرحلة ممارسة الضغوط والإمكانيات والنفوذ لدفع الناس، وخصوصا الأطراف الضعيفة في الدول العربية، للذهاب إلى التطبيع وربط مصيرها السياسي بالتطبيع. هذه الأنظمة في السابق، هذه الأنظمة اليوم التي تمارس هذه الهيمنة، مثل نظام أبو ظبي السعودية وغيرها، هذه الأنظمة هي كانت أيضا خاضعة لشكل من أشكال النفوذ والضغوط والهيمنة من جانب الغرب ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية. كانت هناك مساهمة أن نظامكم يمكن أن يبقى إذا في حال قللتم الفجوة أو أنهيتم شقة الخلاف مع الجانب الإسرائيلي. اليوم المنطقة كلها تتجه إلى بناء تحالف، وصرع الذي نراه اليوم هو ويتمحور حول قضية فلسطين، لكن لا أحد يريد أن يسمي هذه الأمور بأسمائها، لا يريد أن يقول بأن الحلف الذي يتشكل في المنطقة اليوم وفي القلب منه إسرائيل هو بهدف يعني جعل الأمة هذه تنسى أن لها قضية. على فكرة ديفيد هيرست كتب مقال مذهل، يرى هو من مجموعة من المؤشرات أن الحلف الجديد ما بين الكيان الصهيوني وبعض الدول العربية، وإن كان يظن البعض أن المستهدف الأول به إيران، وقد تكون إيران مستهدفة، إلا أن المستهدف الأساسي فيه هو تركيا. نعم. بدليل أن الذين اجتمعوا في جامعة الدول العربية لم يجدوا ما يصب جام غضبهم عليه إلا تركيا. كلهم في خطاباتهم واحد وراء الثاني، يعني وكأن تركيا هي سبب البلاء. في الحقيقة أنا يعني أريد أن أعلق على يعني كلامكم الأخير، وقبل ذلك أكمل يعني ما تفضلتم به ذكرتم في موضوع القضية، قضية فلسطين. أنا يعني تراجع أي شيء يعني
يلزم أن يكون يعني أن ننظر إلى سبب التراجع أو من أي منظر ننظر إلى القضية حتى أن نحكم عليها بالتراجع أو عدم التراجع. لو نحن نظرنا من انطلاقا يعني من الشعوب إلى القضية، أنا لا أجد ولا أرى بأن قضية فلسطين هي في تراجع. يعني الشعوب المسلمة يعني تعاطفهم مع القضية الفلسطينية ليست يعني يمكن أن نقول أقوى يعني من القديم، أو على الأقل ليست أضعف من القديم، ولكن هناك تغيرات في الأمور السياسية، وهذه التغيرات ويعني انطلاقا من تغيير بعض الأمراء والأنظمة يعني في الدول العربية أو الدول المسلمة، وبعد ذلك يعني قيامهم بالتطبيع مع قضية مع الكيان الصهيوني، عندما ننظر من هذا المنظار كأن القضية هي في تراجع، ولكن عندما ننظر من منظار الشعوب لا، الشعوب من يعني الشعوب المسلمة وحتى الغير المسلمة، لأن القضية بقدر أنها قضية إسلامية هي في نفس الوقت قضية إنسانية. وإن كان أستاذ عبد الوهاب إن كان صعب حتى قياس ذلك الآن بسبب عدم وجود حرية تعبير، يعني الآن مثلا الشعب العربي في الإمارات أو في البحرين لا ندري ما هو موقفه الحقيقي، حتى عدم يعني وجود التعبير يدل على أنه متعاطفا. لماذا هم يسدون يعني يدعون سدودا بين الشعوب؟ يعني لأنهم يخافون من أنهم سيقولون شيئا لا يرضيهم ولا يرضي أمراءهم وساداتهم يعني من الصهاينة. هذا هو دليلنا على أن في الشعوب شيء يخالف السياسة الموجودة في توجهاتهم وفي نظرهم. وبالنسبة للتغييرات الموجودة في المنطقة، حقيقة المستهدف هو تركيا، يعني ليس إيران. يعني هم يقدمون إيران كأنها هي الهدف، ولكن لأجل أن يشوشوا على الناس يعني الهدف الحقيقي. لماذا؟ لأن يعني تركيا هي دولة قوية ولها تاريخ عريق، وفي نفس الوقت تركيا قاسم مشترك لوحدة الأمة. يعني إيران والله هو كمان بسبب مواقف تركية، لا إيران موقف تركيا من الربيع العربي ربما إيران هو السبب الرئيسي. كيان وجودها وسياستها لا تخيفهم، يعني لأنهم يخافون من وحدة المسلمين ومن تعاطف المسلمين. وتركيا تاريخيا وعقائديا وتوجهيا وسياسيا يعني هي التي يعني بالنسبة لهم خطر كبير. لذلك يعني جميع الأمور والمشاكل قبل ربع قرن تركيا لم تكن كذلك، يعني الآن نحن نتحدث عن تركيا يعني مختلفة. يعني صحيح كان يتم نحن الآن نتكلم في حق تركيا الموجودة، ولكن لو سألتني عن تركيا القديمة مع ذلك مع السلبيات التي يعني أشرتم إليها، أيضا تركيا هي التي كانت يعني في أول ما يهتم بها. يعني التي نحن الأمور التي نحن عشناها في تركيا قبل 50-60-70 سنة كلها أيضا تستند إلى هذا السبب. لماذا قاموا بما قاموا به يعني في تركيا؟ ولماذا حصلت التغيرات في تركيا والآن الحمد لله نحو التحسن؟ صحيح، بس أنت لاحظ التحولات عجيبة اللي بتحصل. يعني أنا قبل أول مرة جيت إلى تركيا كان في 92. بتقول تركيا الآن ليست كتركيا القديمة، يعني حاجة عالم مختلف تماما. تركيا في ذلك الوقت كانت في تحالف مع الصهاينة. النظام السياسي في تركيا كان هو في الحلف الصهيوني في المنطقة. الآن تركيا تقف في مواجهة التحالف الصهيوني اللي صار فيه أعضاء عرب، طبعاً عواصم عربية، أصحاب يعني المشروع العربي يمكن أصحاب المشروع العربي هم اللي صاروا في جزء من التحالف. الآن يمكن أن نقول تركيا القديمة تركيا الجديدة. التركيا الجديدة هي التي قامت رغم على يعني إرادتهم، إرادة الإمبريالية العالمية أمريكا والاتحاد الأوروبي في سوريا وفي العراق وفي ليبيا والآن في شرق المتوسط وفي يعني في البحار وفي الجو. يعني هذه الأمور التي الآن تقوم بها تركيا هي تدل على أن تركيا يعني سياسيا يعني قوتها ليست كما كانت من قبل، إداريا وفي نفس الوقت يعني من جميع الأمور، يعني سواء كان سياسيا سواء كان تكنولوجيا و يعني من ناحية القوة العسكرية تتشابه عدة أمور. يعني من ضمنها الموقف المبدئي لتركيا من فلسطين،
كونها الآن يعني تسعى قدر الإمكان لإفشال مخطط الأنظمة الشمولية لتكريس الأنظمة النظام الشمولي في الوطن العربي، يجفف الملاذات الآمنة بحيث أنه لا يصبح هناك ملاذ آمن للربيع العربي وللديمقراطيين ولتعددية سياسية. تركيا أيضا تحارب لأنها تريد أن تستكمل حلقات أو إمكانياتها على المستوى العسكري على المستوى الاقتصادي حتى تستطيع أن تقوم بدورها على أكمله دون ضغوط، ولهذا يعني تواجه كل هذا الصلف في شرق المتوسط رغم أنها تمتلك كل المبررات للتصرف المشروع قبالة سواحل. إن حتى يمكن أن نضيف يعني شيئا آخر، الذي حصل في مصر من الانقلاب العسكري رغما على يعني إرادة الشعب، هناك أسباب. أنا أرى بأن هناك سببين رئيسيين لهذا الانقلاب. السبب الأول لأن مصر هي بجنب إسرائيل، والحفاظ على أمن إسرائيل هو يعني مبدأ من مبادئهم، وحتى سبب لوجودهم، لوجود أمريكا ووجود الاتحاد الأوروبي إلى آخره. والسبب الرئيسي الثاني هو يعني تقرب مصر وتركيا، لأن هناك كانت خطوات حقيقة يعني بالنسبة لهم مخيفة. التحالف السني الثلاثي. نعم. تركيا المصري القطري. كان شكل لذلك سد لذلك مانع. لذلك يعني قاموا بهذا الانقلاب وأتوا بمن يمثلهم، وهذا هو سبب من أسباب التي الآن نجد يعني عدم وجود علاقة بين تركيا ومصر، مع أن تركيا هي في الحقيقة تريد أن تكون هناك علاقة يعني جيدة بينها وبين غيرها. إذن السبب ليس من تركيا، إن السبب هو من خارج تركيا. كثير ما يقولون لماذا تركيا يعني لم تقوم بتفعيل العلاقة بينها وبين مصر أو بينها وبين الإمارات أو بينها وبين السعودية، ولكن نحن كلنا نعلم بأن التغير الذي حصل في السعودية وحصل في الإمارات وحصل في مصر هو يعني كما ذكرتم يذكرون إيران، ولكن السبب الحقيقي هو تركيا، لأن تركيا هي التي تخيفهم أو هم يخافون من تركيا. يعني هو بكل بساطة أنا تصوري في هذا الموضوع، الإعلام أو مركز الدراسات والأبحاث الصهيونية سواء في إسرائيل أو غيرها تطور أكاذيب متميزة جدا، والإعلام العربي تشتري هذه الأكاذيب، والسلطات العربية لا أقصد كلها جزء منها على الأقل وتتأثر من هذه الأكاذيب وتصنع شيئا مخيفا لنفسها وتصنع سياستها. مثلا ننظر إلى الإمارات أو رجل أبو ظبي بالأخص، ليس إمارات، منذ سقوط قذافي يعني الطائرات الإماراتية تدخل وتضرب وتتمرح وتتمتع في أراضي الليبية وتقتل وتخزف. تركيا لم تكن في المواجهة ولا موجودة في الساحة، ولم يتكلم أحد عن ما تفعله الإمارات، وكاد أن تسقط طرابلس على يد رجل انقلابي الذي هو مجرم الحرب سابقا، حفتر. عندما دخلت الملتزق الروس واللواء الأجنبي الفرنسي والفرنسا والفيلق الأجنبي الفرنسي، طبعا الفرنسا موجودة، كل القوات الأجنبية موجودة لإسقاط حكومة شرعية وهي حكومة الوفاق الوطني. عندما دخلت تركيا على الخط أصبح مشكلة كبيرة. دخول تركيا على الخط كان بالتفاهم بالاتفاق أيضا مع حكومة شرعية معترفة دوليا وأمميا. مع كل هذا أصبحت تركيا مستهدفة، لا أقول تركيا مستهدفة، لا أقول أن تركيا فعلت شيئا لذلك وهم يهاجمون عليها، لا، تركيا وجود تركيا في المنطقة خاصة في ليبيا وطلب من طرف الليبي. أما الاتفاقية التي تمت بين ليبيا وتركيا لترسيم الحدود البحرية هذه كانت موجودة، محاولات موجودة منذ أيام قذافي في الحقيقة، وقديمة قديم جدا ليس بجديد. يعني أنا أريد أن أقول يعني ماكينة الأكاذيب الصهيونية تشتغل والمنطقة العربية يشتري تشتغل. يعني بكل بساطة قبل فترة أقود قبل الأخوت حتى قبل سنوات قليلة الإعلام الصهيوني كانت تروج بعض الأقاويل من قيادات السياسية الإيرانية أن أربع عواصم العربية سقطت على أيدي إيران، وكانت تهدد أمن القوم الخليجي بطرف الإيراني، تمام؟ أن إيران كذا، أن إيران كذا. الآن كل هذه التهديدات كان شيء تغير في الأرض، لم يتغير أصلاً، كان شيء تغير في الأرض. الآن غيروا
يعني بندقيتهم نحو التركية. لماذا؟ لكن هي الحقيقة هاي العبارة صدرت برضو عن صدرت إيرانيين. فعلا نعم أنا عارف يعني في إيرانيون قالوا أنا لا أنا هذا ما قلته هذا ما قاله الإيرانيون ولكن إعلام الإسرائيلي استغل هذا الموضوع بشكل جيد وخوف الخليج. وفي تلك الفترة السعودية كان في ورطة كبيرة خوف كبير خليج كان في خوف كبير. أنتم كلكم تتذكرون الذي حدث في تلك الفترة تقارب قطري تركي الثلاثي خوفا من أمن القوم الخليجي تمام وكان في تقارب كبير الذي أفسدت هذه العلاقات هي الإمارات في تلك الفترة والتي أفسدت هذه العلاقات هي إسرائيل طبعا يعني بشكل مباشر يعني صهيوني. وإلا ما المشكلة؟ من يستطيع أن يقول أن هناك مشكلة بين السعودية والقطر؟ يعني ما المشكلة بين تركيا والسعودية ودول أخرى؟ لا توجد هناك مشكلة لكن كلها مصطنعة لكن مفيدة لإسرائيل لصالح إسرائيل. لذلك الآن الجميع نسي قضية الفلسطينية نسوا قضايا العربية كلها بقيت المشكلة كأنها مشكلة تركيا وأمن القوم العربي. هناك نقطة مهمة ينبغي أن نعيد يعني توجيه الاهتمام إلى مصادر الخطر. يعني في النهاية الذي له مصلحة في إضعاف تركيا ليس هذه الدول العربية وإنما الذي يؤثر على الدول العربية. هذا ما قلته هذا ما أشرت إليه. نعم هذه نقطة. النقطة الثانية هو أن السودة في تركيا يأتي في سياق صفقات سياسية. يعني مثلا التغيير الذي حدث في هرم السلطة في المملكة العربية السعودية كان صفقة سياسية واستهدفت الرجل الذي كان على علاقة وثيقة بتركيا وتم تكريمه ومنحه وسام وهو ولي العهد محمد بن نايف. تم إزاحته من السلطة وتصعيد ولي العهد اللي هو محمد بن سلمان. هذا كان له مقابل. يعني هناك صفقات تمت صفقات سياسية بهذا المستوى وكان هدفها الأساسي هو يعني تحويل يعني بوصلة العداء في المنطقة وإعادة يعني وصنع أحلاف جديدة. الحلف الأساسي في المنطقة أريد له أن يكون بقيادة إسرائيل ويضم الدول الفاعلة في المنطقة التي تمتلك منظومة إعلامية مؤثرة والتي تمتلك أموال كثيرة في مقابل الربيع العربي وكل من يتعاطف مع الربيع العربي والمشاريع التحررية. لا أستطيع أن أقول أن تركيا تمثل مشروعا إسلاميا ولكن تركيا دولة قوية لها إرث إمبراطوري إذا جاز التعبير ولها طموحات مشروعة. هذا المشروع يمكن وصفه بدقة بأنه مشروع تحرري استقلالي يريد أن يعطي هذا البلد وزنه ويريد أن يكون له تأثير إيجابي في المنطقة. هذا السلوك ممنوع. هذه الأهداف ممنوع أن تتحقق. لهذا كان لابد من تجيش كل هذه الأطراف وعقد هذه الصفقات وهي صفقات رديئة ومهينة. سمعنا ترامب وهو يتحدث يعني في حملاته الانتخابية لا يكاد يتوقف وهو يتحدث عن البلدان التي تحتاج إلى حماية الولايات المتحدة الأمريكية ويسمي زعماء ويتصرف معهم بشكل مهين. يعني صفقات سياسية تمت في الحقيقة. طموح تركيا أشد من طموح